ناخذكم من الأخبار المحلية ننتقل إلى الأخبار الأكثر تداول في السوشيال ميديا. نبدأ مع فيديو متداول لطالبة أمريكية اختارت أن تكمل دراستها في علم النفس في المملكة العربية السعودية. خلونا نشوف. اليوم أنا في جامعة الملك سعود. ناس كثير يفكرون أنا معلمة هنا، بس لا، أنا طالبة هنا في ماجستير في علم النفس. وناس كثير يقولون ليش في هذا برنامج، ليش في العربي قريب. يعني شوف، أنا درست علم نفس في أمريكا، أنا درست في بريطانيا، بس أبغى أشوف علم نفس من رأي بلد سعودية عشان أنا أشوف المجتمع صحيح هنا وجميل المجتمع هنا. أكيد أبغى أنا أعرف علم نفس من السعوديين. صراحة البرنامج مرة صعب عشان اللغات، بس إن شاء الله خير. يعني ما أدري إذا أقدر أنجح ولا لا، أخرج ولا لا، بس أنا تعلمت كثير، هذا أهم شيء. وفي حياة صعب أحيانا، مو بأحيانا، كثير صعب حياة، بس حياة زي أركب أمواج، أحب أركب أمواج. If you fall, you just have to get up and keep going. إن شاء الله. جميل جدا ولطيف هذا الفيديو للأمانة، ويمكن ما هو الفيديو الوحيد. احنا قاعدين نشوف، انا شخصيا قاعد اشوف فيديوهات كثير لناس يعني من دول اخرى، سواء كانوا من امريكا، بريطانيا، المكسيك، من دول مختلفة، دول اوروبية ايضا، يتكلمون عن تجربتهم في المملكة العربية السعودية. ويمكن هذه احد اهدافنا ايضا، ان المملكة العربية السعودية تكون يعني وجهة دراسية، وجهة علمية لمختلف الثقافات، ومنها يتعرفون على ثقافتنا، ومنها يعني للأمانة جامعاتنا يعني صايرة من الجامعات، هي ما يعني كانت وما زالت من الجامعات القوية، ولكن الآن قاعدين نشوف يمكن جامعاتنا قاعدة تصير أقوى وأقوى في مجالات عدة. والله أنا اللي عجبني في الفيديو إتقانها للغة العربية، صحيح، هذا بحد ذاته خلاني أشعر أنه يعني حلو لطيف الفيديو زي ما ذكرتي مها. يعني الله يوفقها في دراستها، وهي مسكينة حبيبتي شوي شايلها، تقول ما أدري إذا أقدر أنجح ولا لا عشان اللغة. يعني غير صعوبة المادة صعوبة اللغة، لكن أنا أقول لها لا إن شاء الله موفقة، وبرافو عليك تتكلمي عربي مرة كويس. هي ما بتتكلم مرة عربي مرة كويس، سعودي، بتتكلم مرة سعودي. صح. أولا يعني كانت رائعة في إن هي بتتكلم باللغة العامية، فما شاء الله واضح إن هي جروبها في الجامعة شابات سعوديات قاعدين يعطونها اللغة العربية العامية اللي تقدر تندمج فيها. وتعزيزا لما ذكرته مها، المملكة العربية السعودية الآن تتصدر وجودها ليس فقط كوجهة سياحية، ولكن التعليم في المملكة أثبت جدارته. عندنا كثير من الجامعات أخذت يعني مواقع عالمية في ترتيباتها ضمن الجامعات العالمية والجامعات المعترف فيها عالميا. لما تيجي جامعات المملكة أكيد هذا دليل على جودة التعليم. جودة التعليم يعني جودة المعرفة، يعني جودة الثقافة، يعني جودة المخرج، يعني جودة الحياة، يعني جودة التخطيط، جودة اقتصاد، جودة إنسان، جودة في كل أنحاء المكان. فلما يبدأ نجي إن إحنا بدل ما كنا نبعث الناس، صارت عندنا احنا البعثات، وصارت الناس تيجي تتعلم عندنا، هذا هو المؤشر اللي احنا مش محتاجين احنا نتكلم، اصبح هو يتحدث عن نفسه. صحيح صحيح.